بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. ان شاء الله في الفيديو هذه نلقاكم بخير وعلى خير. قبل ما نبداو نوحدوا ورد على فيديو تاع اليوم، الصلاه والسلام على سيدنا محمد. حبيت ندير معكم اليوم وصفه تاع بطاطا بالسردين ونديروها بالبيض. وصفه صيفيه سهله، ديريها بامبا ربع ساعه البنات، سرتو مع السخانه هذه وتجيكم بنينه. حاجه الاولى اللي درت شويه تاع الزيت، درتو يسخن، حبه تاع لي زيشالوت صغيره، شويه تاع فلفل ادريس، ربع ثلاث حبات تاع طوماطيس، وحده نكوبيها خمس فصيصه تاع الثوم. دونك قلت لكم ديروها في طاوه وتخلصيها 5 5. دونك درت حبه تاع طوماطيس صغيره، درت الثوم، درت البصل هذاك، درت الزيت، نقليهم هكذا واحد 3 دقائق. دونك نقليهم. خديت ربع حبة تاع بطاطا، غسلتها، كوبيتها دي روندال. هنايا ندير فلفل ادريس، دونك كوبيتهم دي روندال. خديت زوج حبات تاع طوماطيش، كوبيتهم تاني دي روندال. دونك فوالا، جبت ربع حبة تاع دوك تاع البطاطا، كوبيتهم دي روندال، يجيو موين، ماشي رقاق ماشي خشن. نقليهم هكذا واحد 5 دقائق مع البطاطا هذيك. دونك نقليهم. كي تشوفي البصل تاعك خدا لك لا كولور وتبدا تحركي في البطاطا هذيك، دونك نخلي الثوم البطاطا الحوال هادو يتقلاو ونكملو نبريباريو السردين تاعنا. خدت 10 حبة تاع سردين، نحيت لهم لاري هذاك اللي راه في الوسط، دونك درت عليه شويه تاع المعدنوس. نديروها قلت لكم اكله صيفيه وتجي بنينه. نخليهم يتقلاو شويه نبصل هذاك. خديت هنايا واحد 4 مغارف تاع الماء، نروحو نديرو لي زيبيس تاعنا باش ما يتحرقناش. دونك نديرو القزبر، نديرو الكمون، نديرو فلفل عكري، ونديرو الملح. دونك هنايا ندير نص مغرف تاع قهوه تاع القزبر ملحي، ومن بعد نجي ندير شويه تاع الكمون، ومن بعد نجي ندير نص مغرف تاع فلفل عكري. دونك لي زيبيس تاع كل يوم لي موالفه ديري. دونك مغرف تاع قهوه تاع فلفل عكري، كيف كيف نخلط. سي بور سا درت شويه تاع الماء باش ما يحرقليش لي زيبيس هادو. نحرك هكذا بركب يدي فوالا، ونجيب الطوماطيش نتاعي نستفها. هنايا درت نص مغرف تاع الملح، بيان سور الملح تملحو كيما تحبوا. هنايا راحت لي لابارتي لي صورت، درت حبه تاع طوماطيش قشرتهم، درتهم دي روندال، حطيتهم الفوق، زدت حبه زدت لافي تاع الروند. دونك فوالا، وزدت عليه الكاس تاع الماء. راحني اللقطه هذه جميكسكس. هنايا الحوت هذاك نحيت له لاغي اللي راه في الوسط، وريت لكم ديجا كيفاش تنقوا السردين كيفاش تجمعوه في الكونجيلاتور. دونك انايا نحيت 10 حبات تاع هادو من الكونجيلاتور، خليتهم دي كونجلاو، نحيتهم لاري هذاك اللي راه في الوسط، الشواكب هذوك اللي راهم اكوتي. دونك ندير عليه شويه تاع المعدنوس، نخليه يطيب واحد 10 دقائق، ولا حبيتي تخليه هكذاك خليه هكذاك، دير عليه شويه تاع المعدنوس والقزبر، ولا حبيتي ديريه بالبيض، انا نحب نديرو بالبيض يجي بنين اكثر، ولا سينو هكذا برك 10 دقائق يجيكم سهل. هنايا طبلي فوالا، كي تشوفوا البطاطا هذيك طابت تمسوها هكذا بركه فيكان كوتو تلقوها بالك طابت. انايا خديت 4 حبات تاع بيض، ندير وحده وحده، هاوليك البيض نتاعي، زدت عليها شويه تاع المعدنوس والقزبر الفوق، ونوريهم لكم دوكا في صحن التقديم. هاوليك طيبتو مع الكسره، وريت لكم روتيني كيفاش ندير الكسره. ان شاء الله تعجبكم وصفه بنينه بالطوماطيش. ما علينا، نقول لكم الى لا بروشان فيديو. عليه، ميرسي، اوفر.